السوداني رئيس مجلس الوزراء في العراق الشقيق والرئيس الفرنسي ماكرون، وفي ضوء قرار قمة بغداد الأولى التي كانت انعقدت في بغداد في شهر آب من العام الماضي، برسالة واضحة أكدت وقوفنا جميعا إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل التحديات ودعم العراق ودعم أمنه واستقراره وسيادته ركيزة لأمن واستقرار المنطقة. المجتمع المؤتمر حقق توافقا على أننا سنعمل معا من أجل دعم العراق الشقيق وعبر الوقوف إلى جانبه كما قلت في مواجهة كل التحديات، وأيضا عبر تطوير مشاريع التعاون في قطاعات عديدة تشمل الطاقة، المياه، الزراعة، الاستثمار الصناعي إلى غيرها من المجالات. وصدر عن المؤتمر بيان ختامي سنوزعه عليكم بعد قليل، عكس حال التوافق التي سادت بين جميع الحضور بأننا يجب أن نقف إلى جانب العراق، بأن ما أنجزه العراق الشقيق على مدى السنوات الماضية إنجاز كبير يستحق ويستوجب منا جميعا أن نقدم كل ما نستطيعه من دعم. نحن في المملكة الأردنية الهاشمية كما تعرفون موقفنا ثابت في بناء آليات التعاون المؤسساتية مع العراق، آليات التعاون التي تحقق النفع المشترك والتي تنطلق من الاقتناع الراسخ بأن أمننا واحد واقتصادنا تعظم إنجازاته إذا ما عملنا معا. ورسالة جلالة الملك حفظه الله وعمله الدؤوب الدائم هو التواصل مع العراق الشقيق ودعم العراق الشقيق والبحث عن الآليات العملية التي تمكننا من مأسسة هذا التعاون وعكس العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين. وكان هنالك اليوم إشارة وتأكيد على أهمية أيضا آلية التعاون الثلاثي التي تربط المملكة والعراق وجمهورية مصر العربية الشقيقة، هذه الآلية التي حققت إنجازات كثيرة في مجال مأسسة التعاون والعمل من أجل تحقيق التكامل، وكما قلنا مرة أخرى على أساس النفع المشترك. ونتطلع إلى عقد القمة القادمة إن شاء الله في جمهورية مصر العربية العام القادم حتى نمضي في هذا المسير. وأود هنا أن أنوه بالدور الذي قام به فخامة الرئيس الفرنسي ماكرون في إطلاق مؤتمر بغداد الأول وفي التنسيق لعقد هذا المؤتمر. كما قلت مرة أخرى دون الإطالة، المؤتمر انعقد أساسا لتأكيد الدعم للعراق، انعقد أساسا لتأكيد اقتناع كل الدول المشاركة والمنظمات المشاركة بمركزية أمن العراق واستقراره وسيادته وإنجازاته للمنطقة برمتها، وباقتناع كل الدول الموجودة بأن أنه يجب العمل مع العراق الشقيق على كل المستويات حتى نستطيع أن نسير إلى أمام كما قلت في بناء آليات تعاون إقليمية قادرة على مواجهة التحديات المشتركة وقادرة على تعظيم منجزاتنا. وهنا لا بد أن أشير مرة أخرى بأنه كان هنالك تأكيد واضح أيضا على أننا نقف جميعا إلى جانب العراق الشقيق في الحرب على الإرهاب. العراق كما نؤكد دائما حقق نصرا تاريخيا عظيما على الإرهاب بتضحيات كبيرة. هذا النصر هو نصر لنا جميعا لأن الإرهاب هو عدو لنا جميعا، فالوقوف إلى جانب العراق في جهوده المستمرة لمكافحة الإرهاب هو موقف مبدئي للمملكة الأردنية الهاشمية ولجميع الدول التي شاركت. فأشكركم مرة أخرى، أعطي الكلام الآن إلى معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة، وبعدها تتحدث زميلتنا وزيرة الخارجية الفرنسية. فأخ فؤاد الكلام لك، تفضل. شكرا جزيلا أخ أيمن. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود بداية أن أشكر المملكة ملكا وحكومة وشعبا للاستضافة هذا المؤتمر، وأيضا أود أن أشكر الحكومة الفرنسية والرئيس ماكرون لدعمه لعقد هذا المؤتمر، مؤتمر بغداد نسخة ثانية. من حينما نتحدث عن مؤتمر بغداد يعني أن الأمور تتجه باتجاه بغداد ودعم بغداد ودعم العراق. هذا المؤتمر كما كان النسخة الأولى، مؤتمر بغداد الأول، هو من أجل استمرار دعم
العراق، ولكن هذا المؤتمر أيضا مظلة حوارية بين الدول الجوار العراقي، دول الجوار العراقي ودول الخليجية، وطبعا حضور مجموعة من ممثلية دول أخرى بالإضافة إلى ممثلية المنظمات الدولية. حينما أتحدث عن مظلة حوارية أتحدث أيضا عن مظلة للتعاون والعمل المشترك. إذن مؤتمر بغداد ليس فقط لدعم العراق وإنما أيضا للعمل المشترك في المحيط الإقليمي والمحيط الدولي. التحديات اللي نواجهها جميعا ومن ضمنها التحديات اللي تواجهها الحكومة العراقية تحديات أكثرها إقليمية ودولية، يعني حينما نتحدث عن تحديات البيئية المناخية، حينما نتحدث عن التحديات الأمنية، حينما نتحدث عن التحديات الاقتصادية في الوقت الحاضر التضخم، حينما نتحدث عن تحديات الطاقة، حتى الأمن الغذائي، أمن الدوائي، وهذه تحديات جميعها تحتاج إلى عمل مشترك، تحتاج إلى موقف مشترك، ومن هنا ننطلق مؤتمر بغداد للعمل المشترك لمواجهة مجموعة من التحديات التي تواجه هذه البلدان في المنطقة. وبالعمل المشترك ضمن المنطقة ومع الدول الأخرى نستطيع أن نواجه هذه التحديات ونعمل بجد من أجل بناء الاقتصاد الوطني وأيضا من أجل الوقوف أمام هذه التحديات. مرة أخرى أود أن أشكر جميع الدول اللي شاركت في هذا المؤتمر وجميع الدول اللي ساندت العراق في موقفها وساند المسيرة الديمقراطية في العراق والحكومة العراقية. وشكرا جزيلا لكم مرة أخرى، شكرا لفرنسا وشكرا للمملكة على هذا الدعم المتواصل للحكومة العراقية، شكرا جزيلا. Merci beaucoup. Et merci à nos interprètes. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord, en commençant, quelques brefs propos liminaires de mon côté aussi. أود في البداية مساء الخير للجميع، أود أن أقدم خطابا موجزا لأشكر أو أعبر عن تعزية أيضا للوزير والحكومة للخسارة التي مني فيها الأردن، وأن الرئيس الفرنسي قد أعرب عن تعزيه لجلالة الملك وأيضا أكد على دعمه المستمر للأردن وأيضا لرعايتنا لهذه القمة، ونحن نعرف بأن هذا يعني عمل رائع وأن هذا المؤتمر الثاني من نوعه. وأود أن أشكر العراق أو الزميل العراقي وأيضا طبعا على استضافتهم للدورة الأولى من هذا المؤتمر الذي عقد في بغداد، وأيضا هذا أمر مهم لكلا البلدين، وأيضا كانت فرصة للنقاش سوية، وأيضا الهدف من هذه القمة لهذه السنة هي أن نتمكن من زيادة المشاركة عبر هذا المؤتمر. ومنذ القمة الأولى التي عقدت في بغداد فقد تغيرت الظروف، هنالك حكومة جديدة تشكلت في العراق، وأيضا كلنا نعرب عن دعمنا للحكومة لنجاح لكي تحقق النجاح وأيضا تستمر في أو تطلق للعالم، وأن هذه القمة التي عقدت في البحر الميت كانت لتعبر عن الدعم لدعم المشاركين فيها للعراق، لعراق مستقر وعراق مستهر عبر التعاون مع الدول المشاركة في هذه القمة. ولذلك فإن هذه هي نموذج هذه القمة، وأيضا هذا هو فحوى البيان الخاص بهذه القمة، هو دعم النقاشات أو المبادرات المشتركة، وهناك الكثير من المبادرات في المجال الإنساني ومجال البيئة والصحة والاقتصاد، وأيضا كما أعرب رئيس الوزراء العراقي وأشار إليها، وأيضا سوف نستمر بالتقدم
الذي تحقق اليوم، وسمعت من الجميع الذين حضروا هذا المؤتمر بأن هذا المؤتمر كان فعلا لدعم العراق، وان فرنسا ورئيس فرنسا قال بان فرنسا ليست دولة من دول المنطقة ولكنها دولة صديقة وصديق يريد ان يمد يد المساعدة لهذا المنهج وهذه الطريقة، وايضا ان يعبر عن رغبة المجتمع الدولي لدعم العراق، ولذلك فقد اتى الى هنا. شكرا جزيلا. إذن فقط أنا فهمت بأن الترجمة لم تصل للجميع، ولكن طبعا هي عبرت عن الشكر للجميع وعلى نجاح هذه القمة، وأيضا المؤتمر قد خرج برسالة واضحة وهي دعم العراق ودعم استقراره وسيادته، وأيضا دعم التنمية الاقتصادية للعراق عبر التعاون وأيضا في العديد من المجالات منها الطاقة والمياه النظيفة والزراعة وأيضا النقل وغيرها أيضا من المجالات، مجالات التعاون أقصد، وأيضا أن المؤتمر قد خلص إلى أن هنالك بيانا سوف يوزع على الجميع بعد قليل، وحيث أعربت الدول المشاركة فيه عن دعمها لاستقرار للسيادة واستقرار العراق وسيادة وأنها إسهام في استقرار وسيادة المنطقة، وأن كل الدول تقف التي تم تحقيقها خلال السنتين ومواصلة محاربة الإرهابي التي تعتبر معركة قد حقق فيها العراق نصرا كبيرا بالنسبة لنا، ولكن مقابل تضحيات جسيمة أدلى قام بها أو ضحى بها الشعب العراقي، وبذلك نستمر بمؤسسة تعاوننا مع العراق، وذلك وأن دعمنا للعراق أيضا يتمثل في التعاون الاقتصادي والتعاون الإقليمي وأيضا التنسيق، والذي ينعكس إيجابا على الجميع، لأننا عندما نقول استقرار وأمن العراق هو أمر أساسي للجميع وأيضا أمر أساسي لبناء كل هذه العلاقات مع العراق، وإن جلالة الملك كان واضحا وثابتا على موقفه بأن هنالك حاجة بأن نقف جميعا ونعمل مع العراق وأن نبني آلية للتعاون بين الأردن ومصر والعراق، وأن هذه الآلية الثلاثية هي مثال واضح على كيفية تمتين كل مواردنا وتجميعها للعمل لمستقبل أفضل، وأن هذا أمر مهم جدا للعراق، وأيضا هنالك جهد كبير بذله الرئيس ماكرون لإطلاق المؤتمر الأول وأيضا تنسيق عقد هذه المؤتمر، وإن علينا أن ندرك وأننا ندرك بأن علينا أن نقف بجانب بعضنا البعض وأن نعمل لمواجهة التحديات البيئية والتحديات الإقليمية وأيضا الأزمات، وعلينا أن ونحن ندرك جميعا بأن هنالك حاجة للعمل المشترك لمواجهة الآثار التي تخلفها الأزمات على الإقليم والمنطقة، وإن هذا تأكيد على موقفنا الراسخ في الأردن وأيضا على أيضا القرارات التي صدرت عن قمة بغداد السابقة لدعم العراق، وأن هذا أمر هي سياسة مستمرة طبعا، وسيتم عكسها في على بشكل أو على صعيد عملي، ونرى بأن يلمس أثرها الشعوب والمنطقة والشعب العراقي، وسوف نأخذ بعض الأسئلة ولا يوجد لدي وقت طويل، دعوني أقترح شيئا لنأخذ سؤالا من الأردن وسؤالا من فرنسا وسؤالا من العراق، وإذا لدينا وقت سوف ننتقل لجولة أخرى من الأسئلة، دعوني أبدأ من ضيوفنا. جورج تفضل. عندي سؤال، أود أن أسأل سؤالي باللغة الإنجليزية سؤالي لكما كلاكما، وسمعنا الرئيس ماكرون يدعو بوتين وإيران لإنهاء التدخل في العراق، وأيضا سمعنا بأن هنالك دعوة
لإيران لكي تقوم بالتوقف عن التدخل الداخلي. ماذا سوف نستمع إلى أو ما هي الإجراءات للاستجابة إلى الرئيس ماكرون؟ وأيضا السنة الماضية في بغداد كان هنالك تشديد وتأكيد على الإجابة على الأسئلة المتعلقة بإيران وفرنسا والعراق. لقد سمعنا الرئيس ماكرون يدعو المشاركين الآخرين لتبني الأجندة السياسية والاقتصادية والمتعلقة بالطاقة. هل أنتم مستعدون لتبني مثل هذه الأجندة أم لا؟ دعني أبدأ بالإجابة على سؤالك باللغة الفرنسية. فيما يتعلق بالجزء الأول، فيما يتعلق بالجزء الأول من السؤال، فإن الكثير من الدول المشاركة قد أثارت مسألة التدخل الخارجي في المنطقة، وأعتقد بأن مثل هذه المواقف لم تكن مقصودا منها فرنسا بأي شكل من الأشكال، ولكن ملاحظات أو كلمة رئيس وزير الخارجية الإيرانية اليوم، لأقول لكم بأنني قد تحدثت معه في اجتماع وطلبت منه أن يحرر الرهائن المحتجزين في إيران وأن يحترم القانون الإنساني الدولي وأيضا القانون الدولي، وهذا يعني أيضا احترام القانون الدولي وأيضا الميثاق ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأيضا التجنب والتوقف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية، وأيضا وهذا يتضمن ميثاق الأمم المتحدة أيضا المتعلق بتسليم الطائرات من دون طيران طيارين إلى روسيا أيضا ومساهمة في عدوانها. وإذا فهمت سؤالك بشكل صحيح، إذا فهمت سؤالك بشكل صحيح، فإننا نتحدث عن التعاون في مجال الأمن والسياسي. نعم، هذا ينعكس في البيان. علينا أن نتعاون اقتصاديا للتعامل مع كافة التحديات المتعلقة بالطاقة وندرة المياه، وأيضا تجنب الأزمات المتعلقة بالأمن الغذائي وندرة الغذاء وكل هذه التحديات. نحن نعتقد بأن هذا سوف يكون مفيدا لنا جميعا. وإذا بدأنا ببعض المشروعات مثلا الأردن قد أبرم اتفاقية مع العراق لتزويده بالطاقة الشمسية، ونحن نتحدث عن أيضا أنبوب للنفط من العراق إلى الأردن ومن ثم إلى مصر، وأيضا ونتحدث عن توريد أيضا إلى العراق، وهناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ، وأيضا هناك المزيد مما يمكن تنفيذه وهناك الإرادة لتنفيذه، وهذه رغبة. وأما فيما يتعلق بالتعاون في مجال الأمن، فإن هناك تحديات أساسية متعلقة بمحاربة الإرهاب، وأيضا هناك آليات قائمة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، وأيضا تحدثنا عن النصر على داعش، ولكن التحدي ما زال قائما، وإنه من المهم أن نقف كلنا جنبا إلى جنب لمحاولة تنفيذ للوصول إلى النصر النهائي على داعش والقوى الإرهابية، ولكن سياسيا نحن نقف أيضا بجانب استقرار ووحدة وسيادة العراق، وقد رأينا العملية السياسية على الرغم من التحديات التي واجهتها، إلا أن العراق تمكن من التوصل إلى نتيجة، وهي انتخاب رئيس جديد ورئيس وزراء جديد. وكما رأينا فقد عملنا واشتركنا مباشرة، وسوف نستمر بتعاوننا أيضا ونستأنفه، وإننا نرى مركزية العراق وأهمية دور العراق للوصول إلى الاستقرار والتعاون الإقليمي. ونحن نعترف أو نقر بوجود تحديات إقليمية، ولكن نستمر بالعمل تحت هذه الخطوط العامة. إذا استمرينا يعرف الناس هنا بأنه لن نتفق على الجميع، هناك خلافات وهناك أيضا اختلافات في التطلعات والمناهج والطرق، ولكن هذه الاختلافات سوف نخرج بآليات لحلها، وهذا أيضا ينعكس أيضا في البيان الذي سيخرج عن القمة، وسوف نحاول على حل هذه الإشكاليات وتجنب وجود مثل هذه الإشكاليات والعودة
العودة بشكل نافع على الجميع، ولذلك فإن الرغبة موجودة والإرادة موجودة والآلية موجودة، وأيضا العمل قائم على هذه المشاريع. سوف نأخذ سؤالا من العراق، تفضل. I think when we go back to Baghdad. أعود إلى بغداد أولا، وكان وإيجاد جو للحوار، وكانت هناك أوجه توتر وما زالت موجودة، وخاصة التوتر بين إيران وبعض الدول الأخرى. إذن بغداد كانت حوالي يعني تقترب من إنشاء هذا الجو للحوار. رقم اثنين هو أن إيجاد أجواء مختلفة وأجواء من التعاون. أنا أتفق معك أن هناك اختلافات، أوجه توتر مختلفة فيما بين مختلف الدول التي حضرت اجتماع اليوم، ولكنها تجتمع معا واجتماع معا حول قضية واحدة تتعامل مع العراق، وهذا شيء رائع، عمل رائع. نحن نفتخر بجمع كل هذه البلدان معنا على طاولة واحدة وإنشاء جو المفاوضات والحوار، ونأمل لاحقا بأن ننشئ جوا من التعاون في مجالات مختلفة كما ذكر دكتور أيمن، وكذلك التعاون في المجال الفني والمجال الاقتصادي والمجال التجاري، وكما ذكرت بالعربي. نحن نواجه تحديات مختلفة، ولا نستطيع أن نقف في وجه هذه التحديات إن لم نكن معا. إذن منصة بغداد هي أن تكون قادرة على مواجهة هذه التحديات، وشكرا جزيلا لكم. الفرنسي وكذلك العراقي منة الله باهر من تلفزيون الشرق الأخبار، سؤالي للسيد فؤاد حسين حول يعني اليوم نحن نشهد يعني ولادة حكومة عراقية جديدة، هنالك علاقات دبلوماسية لربما تتوسع مع محيط العراق الدولي والإقليمي، وربما هنالك تحديات بالقصف الإيراني المتكرر والتركي على العراق، إضافة إلى التحديات المائية والكثير من المشكلات. هل هنالك خطط وضعتموها، وأيضا الحوار الإيراني السعودي في الأراضي العراقية على ماذا سيتمخض؟ هذه لم تكن مجموعة أسئلة. طيب بالنسبة for intervention or interference by some neighboring countries. أنه بغداد النسخة الأولى كانت من أجل الحوار، والحكومة العراقية تؤمن بالحوار. هناك مشاكل، ولكن هناك أيضا عمل مشترك مع دول الجوار. لدينا دستور، والدستور العراقي يفرض علينا أن نلتزم بالدستور ومواد الدستور، وهناك بعض المجموعات في الساحة العراقية وتستغل الساحة العراقية والأراضي العراقية من أجل الهجمات على دول الجوار. إذن من واجب الدولة العراقية والحكومة العراقية الحد من هذه الهجمات باتجاه دول الجوار، ولكن أيضا السيادة العراقية يجب أن تحترم. السيادة العراقية يجب أن تحترم من قبل دول الجوار أيضا، كما نقول أن من واجب الحكومة العراقية الوقوف أمام هذه الهجمات، لأننا نؤمن بدستورنا وملتزمين بالدستور العراقي، ولكن أيضا من واجب الحكومات الأخرى أن تلتزم بالقانون الدولي وتحترم السيادة العراقية. ولكن كيفية التعامل مع هذه المشاكل بالنسبة للحكومة العراقية، التعامل مع هذه المشاكل يكون فقط عن طريق الحوار والمفاوضات، ونحن في اتصال مستمر مع الجانب الإيراني ومع الجانب التركي من أجل إيقاف هذه الهجمات على العراق، وأيضا نتخذ مجموعة من الإجراءات لمنع المجاميع الموجودة في الساحة العراقية للهجوم على أراضي دول الجوار. شكرا. المشكلة أن أسئلة كثيرة ونحن ملتزمون بارتباطات مع القادة، علينا أن نعود، لذلك إحنا قلنا سؤال فرنسا وعراقي، سنأخذ سؤال من الأردن ومن ثم مصر ومن ثم أيضا سؤال أو سؤالين بس دقيقة، بس رجاء سؤال مختصر وسريع حتى نقدر نكمل، تفضل.
سؤالي لمعاليكم، يعني تحدث معالي وزير الخارجية العراقي بأن هذا المؤتمر هو مظلة حوارية لدول الجوار للعراق وعدد من الدول، يعني هذه المظلة الحوارية وبعد انتهاء هذا الحوار والبيان الختامي والعصر الذهني بنسخة ثانية لهذا المؤتمر، ما الذي سيترجم على الأرض بمشاريع مشتركة أو اتفاقات يعني قد تترجم على أرض الواقع؟ شكراً. هو ليس حوار فقط، هو بحث آلية لتعزيز التعاون وترجمته عملاً ملموساً ينعكس على دولنا جميعاً. كل عمل يبدأ بقرار، القرار اتخذ بأننا نريد أن نعمل معاً من أجل دعم العراق، وأن دعم العراق يتطلب تعاوناً اقتصادياً في قطاعات حيوية تنعكس علينا جميعاً. أعطيت مثال التعاون في إطار الآلية الثلاثية الأردنية المصرية العراقية التي حققت إنجازات، وكان هنالك اليوم لقاء بين جلالة الملك وفخامة الرئيس السيسي ودولة رئيس الوزراء، وكان هنالك حديث واضح وصريح حول أنه يجب أن نذهب إلى القمة القادمة التي ستنعقد العام القادم في مصر بخطوات عملية وقرارات فاعلة يشعر بها المواطنون ويروا ثمار هذا التعاون. فالقضية نحن نتحدث عن الحوار كسبيل لحل الخلافات، ونتحدث عن الحوار أيضا لإيجاد مجالات التعاون، فبالتالي لا نريد فقط أن نلتقي لنتحاور، التقى القادة والتقى الحضور واتفقنا على آليات عمل مؤسسية، وتم تحديد القطاعات التي سيتم العمل عبرها، وهذه عملية مستمرة. كما تعلم العراق كان في خضم عملية سياسية، الحمد لله انتهت هذه العملية السياسية بانتخاب رئيس جديد ورئيس وزراء جديد، ورأينا التواصل والانخراط بدأ فورا. دولة الرئيس زار الأردن بعد فترة بسيطة من توليه مسؤولياته، وهو اليوم أيضا في الأردن، وكان هناك لقاءات بين جلالة الملك وفخامة الرئيس السيسي في إطار التعاون الثلاثي، ولقاءات مع القادة الآخرون، والرئيس ماكرون هو أيضا اليوم في هذا المؤتمر ليؤكد على أن فرنسا شريك في هذا الجهد، والاتحاد الأوروبي أيضا ممثل، فكل الكلام هو عن آليات عملية لترجمة هذا التعاون بشكل ملموس. تفضل. أنا قلت أنه مظلة حوارية من أجل تخفيف التوترات، ولكن أيضا مظلة تعاونية، وحينما نتحدث عن التعاون كما أشار أخي أيمن كان هناك اتفاقات ووصول إلى كان هناك نقاش ووصول إلى اتفاقات حول التعاون الكهربائي، التعاون في مجال الطاقة بصورة عامة، في مجال النفط، في التجارة، في مجال الصحي، في مجال الثقافي، وكانت هناك لقاءات ثنائية وثلاثية، وسوف تكون هناك لقاءات خماسية. إذن هذا المؤتمر ليس فقط من أجل الحوار، وإنما الحوار كوسيلة لتخفيف التوتر. أفندم خالد العيسى، أفندم المصري، أفندم قناة أنباء الشرق الأوسط بالأردن يا فندم مصرية. فندم يمكن حضرتك أشرت في تأكيد مصري أردني على ضرورة التعاون والشراكة من أجل دعم العراق، ومصر الآن هي رئيسة دورة التغير المناخي، ويمكن من أهم التحديات اللي النهاردة اتقالت في كلمات الزعماء والقادة هو التحدي المناخي. هل في هناك آليات بالفعل وبجانب التعاون الفرنسي من أجل مواجهة التغيرات المناخية، وهل هذه المنصة ستكون دورية بكل عام، وهل تعقد العام القادم في اين هل تم الاتفاق تعقد في اين مكان؟ التعاون في المناخ هو ضمن القرارات التي او ضمن القطاعات التي اكد عليها المؤتمر الان، وهنالك ايضا قرار بعقد المؤتمر في دورته الثالثه العام القادم، وسيتم التشاور بين المشاركين حول المكان الاخير. اخر سؤال تفضلي. هذا سؤال موجه لك وايضا لك وايضا للسيده الوزيره الكريمه، وايضا هل ناقشتم الأزمة في المنطقة، الأزمة اللبنانية، هل ناقشتم هذه الأزمة خلال اجتماعاتكم؟
دعني أكون واضحا، هذا الاجتماع قد عقد لمناقشة العراق على وجه التحديد. هناك الكثير من القضايا في المنطقة، وأيضا هناك الكثير من الاتفاقيات ربما في المحادثات الثنائية بين القادة، كل شيء قد تم مناقشته. وأعتقد بأن رئيس الوزراء قد عقد عديدا من الاجتماعات مع القادة والمسؤولين الموجودين هنا، وتحدث أيضا عن القضية المركزية بالنسبة لنا وهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي على رأس أولوياتنا. أما فيما يتعلق بالمؤتمر ذاته فإن اسمه مؤتمر بغداد، ولمناقشة كيفية دعم العراق وكيف نقف إلى جانب العراق وكيف نبني تعاون مع العراق. ولذلك ضمن نطاق المؤتمر سوف ترين بين التركيز على العراق، ولكن أثناء المحادثات الثنائية بين القادة هنالك تأكيد وتركيز كبير على التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والحاجة للتقدم وأيضا لدعم حقوق الفلسطينيين أيضا. وأيضا هناك نقاشات متعلقة بالتحديات الإقليمية الأخرى، وهذا أكيد. لبنان طبعا كلنا مهتمون بالتحدي الذي يواجه لبنان الآن، ولدينا اهتمام في الأردن، وأن هناك أهمية كبرى لدعم لبنان في أزمتها ومنعها من التدهور أكثر. وننظر إلى إخوتنا في لبنان لكي يبدأوا بالقيام بما هو ضروري لكي يستعيدوا أو ليعيدوا الوضع إلى طبيعته. ولكن لأكون واضحا، هذا مؤتمر عن مؤتمر اسمه مؤتمر بغداد ويركز على العراق، كل شيء آخر يتم مناقشته في المحادثة الثنائية. هذا السؤال آخر لمناقشته، فقط لأجيب على ما ذكرته. إذن فقط لمناقشة هذه قضية لبنان، لقد ذكرت اهتمام فرنسا بما يجري في لبنان، ولكن على القادة اللبنانيين أن يتحملوا أو يتحملوا مسؤولياتهم وأن ينتخبوا رئيسا في لبنان وأن يشكلوا حكومة لكي تقوم بالإصلاحات التي يحتاجها لبنان حاجة ماسة. وأن فرنسا سوف تشجع أو تدعو المجتمع الدولي لدعم العراق ودعم استقرار العراق. إذن ماذا سوف تفعلونه لإيقاف الهجوم الإيراني والتركي على المناطق العراقية والذين يعبرون الحدود 50 مرة في الشهر الماضي لوحده؟ وأيضا السؤال الثاني فقط للوزيرة أو دكتور فؤاد والدول مجلس التعاون. Thank you. Very briefly, thank you, ma'am, for your question. What do we do? Briefly, we are talking to each party. My colleague Fouad knows that we. يعرف زميلي بأننا مهتمون بالوصول إلى حلول لهذه التحديات، وقد عملنا على حلها في السابق. اتفاق مع دول الخليجية بصورة عامة، يعني مجلس التعاون الخليجي، وأيضا هناك اتفاق مع الجانب السعودي بالإضافة إلى اتفاق مع الجانب الأردني. في الواقع تواصل الكهربائي بين الأردن والعراق في مرحلة متقدمة جدا، وأيضا من خلال الأردن التواصل الكهربائي مع مصر. شكرا جزيلا. شكرا لكم، اعذرونا لا وقت صراحة، نحن ملتزمون مع قادتنا، نعتذر عن ضيق الوقت ونتواصل في الأيام القادمة ونجيب عن أسئلة. شكرا لكم. نقلنا إليكم من البحر الميت بالأردن وقاع المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية الأردن والعراق وفرنسا. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كشف عن أن الدورة الثالثة من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة سوف يعقد في جمهورية مصر العربية العام المقبل. وأشار الصفدي إلى أنه تم عقد قمة ثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتناولت أو أكد الزعماء خلال القمة الثلاثية على ضرورة الذهاب إلى القمة القادمة بالقاهرة بخطوات فاعلة على الأرض يشعر بها المواطنون وبالأخص المواطن العراقي.
أيضا كشف الصفدي عن أن البيان الختامي للمؤتمر في دورته الثانية عكس حالة من التوافق بين جميع الحضور بشأن ما تم إنجازه في العراق في الفترة السابقة، وأشار أيضا إلى أن الدول المشاركة أعربت عن دعمها لسيادة العراق واستقراره، وأن كل الدول ثمنت المجهودات العراقية فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والتطرف وضرورة الاستمرار قدما في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة. أيضا أشار الصفدي إلى أن البيان الختامي لمؤتمر بغداد 2 يدعم العراق في المجالات المختلفة وبالأخص في المجال الاقتصادي والتعاون الأمني ما بين الدول المشاركة خلال أعمال هذا المؤتمر. وأكد أيضا البيان الختامي أن استقرار العراق هو عامل رئيسي في استقرار المنطقة. وثمن كثيرا الوزير الصفدي آلية التعاون الثلاثي ما بين مصر والعراق والأردن، وأشار إلى أنها نموذجا للتعاون ما بين الدول الثلاث، وأنها تعطي مثالا لكيفية التعاون ما بين الدول الثلاث فيما يتعلق باستغلال الإمكانيات المتاحة والمتوفرة للدول الثلاث لمزيد من التعاون ولمزيد أكثر من التعاون ما بين الدول العربية ودول الجوار العراقي. وأيضا وزيرة الخارجية الفرنسية الجانب الفرنسي تحدثت على أن هذا المؤتمر بيعكس أن فرنسا دولة صديقة بتمد يد المساعدة وبتعبر عن رغبتها الكبيرة لدعم المجتمع العراقي والشعب العراقي والدولة العراقية لمزيد من الاستقرار والتقدم. وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة على التزام مصر بدعم العراق بأمن العراق واستقراره. انتهت تغطيتنا وشكرا لطيب المتابعة.